اهلا بكم في برنامج نحكي لكم حكايه قبل ما نقدم لكم. بالحق مرفت انا طلع في تاكسي خاطر ما عنديش كره بان اما مساج ما تقولوا لحد. فما التاكسيست اللي هزني قال لي انا فان بالبرنامج نتاعك، نحبه نموت عليه، ما نفلت حتى حلقه، نسكت مرتي نسكت صغار نقعد نتفرج فيك، عمري ما نفلت حلقه. قلت له عايشك ميرسي بالحق. قال لي والله انا اكبر واحد نتفرج في برنامجك سالون دو تي. اقسم بدين الله بون عملت روحي ما سمعتش وقلت له ميرسي هبطني هوني، ما عملت حتى رياكسيون. بون برنامج سالون دو تي دونك اليوم كما حكيت لكم باش نبداو في التصفيات. عاود على بدء زعما المتسابقين اللي ربحوا من الحلقه الاولى حتى الحلقه الاخرانيه اللي شفتوها باش يعاودوا يتسابقوا. كما قلت لكم معناها مازال عندنا متسابق واحد كانديدا بركه باش نشوفوه اليوم شكون اللي ربح في الحلقه اللي فاتت، ومن بعد ما عادش نعنوا على اللي فاز في الحلقه اللي فاتت، على خاطر باش يوليو كل حلقه فما زوج متسابقين ديجا ربحوا مليون، والجائزه اللي باش يربحوها المره هذه اهم برشا من المليون. مانيش باش نقول لكم عليها توا، ما زلت نشوق فيكم. نشوفوا مع بعضنا اخر فائز في المتسابقين اللي فاتوا في التصفيات الاولى ونرجعوا. عشنا وسمعنا وشاهدنا بأعيننا ولم نتكلم، ولأن من يتكلم يموت لم يتكلم أحد. طفح الكيل وفاض الكأس، خرجنا إلى الشوارع وقلناها بأعلى صوت. اخرجوا من أرضنا، اخرجوا من هذا المكان، اتركونا لحالنا. أنا كقريت في المعهد العالي للفن المسرحي هك العام، من المواد الأولى اللي نقراوها تاريخ المسرح العالمي ولا تاريخ المسرح، وطبعا مادة رئيسية وأساسية تاريخ المسرح التونسي. كيفاش بدأ والوين خلط؟ الحاجة اللي كانت فرحني برشا وأنا نقرأ وحتى بعد اللي نقرأ على العباد ربي فضلهم يطول في عمرهم مازالوا موجودين، ومش موجودين قاعدين، مازالوا يأثثوا يثريوا في المشهد المسرحي التونسي. ونقول الحمد لله يا ربي زعما يجي نهار نخدم معاهم. الحمد لله جاتني فرصة كافي تياتر باش نستضيفهم ونحكي معاهم، على خاطرهم أساتذة كبار برشا، معناها أنا قريت عليهم ويجيني الفرصة إني نحاورهم ونحكي معاهم. فرحانة برشا باستقبال ضيفي اليوم اللي ارتبط اسمه كالكبار بالتأسيس، على خاطر تبركلا أسس برشا فرق وبرشا هياكل، نذكر منها على سبيل الذكر الحصر فرقة الكاف، المسرح الوطني، وأيام كارتاج المسرحية، وعديد الفرق البرة في الدول العربية. أكيد عرفتوني على شكون نحكي. فرحانة برشا باستقبال أستاذي لوماتر منصف السويسي. ربي يخليك. وانا نجي تلميذة تلامذتك، على خاطر معناها تبارك الله فنان كبير برشا وتاريخ كبير برشا، ربي يطول في عمره، معناها مش نكبر في عمره لكن عمره الفني اكبر من عمري انا الحقيقي، معناها اسس ودرس واخرج وكتب للمسرح ونقد وقدم ونشط، معناها بالنسبه لي انا الفنان الكبير منصف السويسي مرجع من مراجع المسرح التونسي، والحمد لله انه جاب حذانا اليوم باش يعلمنا وباش يثقفنا وباش يعطينا دروس في المسرح. شكرا لك استاذي ومرحبا بك في كافيتيات. شكرا لك انت منال. يعيشك. انا نحب نعبر على فرحتي وسعادتي اني نكون ضيفك، ونحب نشكرك انك فكرت في الاستضافه هذه، لأني أنا من المعجبين بك. يعيشك. بنشاطك المسرحي. يعيشك. بحضورك الركحي، باجتهاداتك المتواصلة. يعيشك. ومن نجم نتمنى لك إلا اطراد النجاح ومزيد التوفيق والتألق. ربي فضلك سلمنصف، الله يخليك. والله حشمتني على روحي، هذه شهادة نعتز بها برشا. هذه حقيقة، معناها أنت استعمال في كلامك توا اللي تفضلت به في التقديم، قلت انا نجي تلميذ تلامذته. انا تلامذتي كل اساتذه ولا
ما عندي ما عادش عندي تلامذة. نقطة قديمة تلامذتك. عندي زملاء، عندي زملاء نعتز بهم كانوا تلامذة ولكن أصبحوا أساتذة وأساتذة كبار، وربما هم اللي أثوا اليوم المشهد المسرحي في أغلبيته، يعني ما نقولش الكل إنما في أغلبيته. وهذا شيء يسعدني أني ربي منحني الوقت والقدرة باش نكون ناس، نساهم في تكوين الناس، والناس هذوما يوليوا يساهموا في تكوين ناس أخرين. هذيك هي زرعوا فأكلنا ونزرعوا فيأكلون وكهو. لا احنا اللي راهو التلميذ مهما يولي أستاذ ومهما يولي دكتور عمره ما يكبر قدام أساتذته وقدام معلميه. وهو لا خير في أستاذ يا منال، قل لك الحقيقة، لا خير في أستاذ لا يكون صانعا لأساتذة، لا يكون أساتذة. ينبغي أن نكون من يتجاوزنا، وقد يفوق الفرع الأصل. الأصل بفضل الأصل يفوق الفرع الأصل، وهذا مطلوب من الأصل. وأصل ما يفكرش في الفرع كيف يجعله يتجاوزه ويضيف له ويعلوه ويكبره في العطاء معناها والإبداع. نعم. ما عمل شيء، ما عمل شيء. نتعلم يا خياني نتعلم، راني نسمع ونخزر هكا نجم أقول شيء قدام سي المنصف. نشرب قهوة سي المنصف باش ما تقعدش هكا القعدة مغير شيحة. كافي تياتر احنا عندنا كويس ما بالله. طبعا سي المنصف خاطر مش شايح لي ريقي. نعم. لا والله لا بالعكس، عرفني نحبك برشا سي المنصف. حسين لاستار دو ليميسيون. حسين صدقني جاتني برشا ايميلات وبرشا اس ام اسات قالوا لي علاش ما يوليش حسين ينشط الحصة. قالك ما نجمش. اي تلما يحبوك معناها، قالوا لي انت ديما هكا تقول حسين حسين، ولينا نحبوا حسين برشا. نجم كان نحبك يا عايشك. سمعتوه يا عايشك يا حسين. نستقبلوا مع بعضنا المتسابق الاول اللي هو فرح برشا زاد اللي باش يعرض المشهد نتاعو قدام السي المنصف. قبل ذلك نتعرفوا عليه في فقره صغيره ونشوفوا مشاركته في المره الاولى في كافي تياتر ونرجعوا. هيا شو انت عاد شو خش تسهر توا شو هذا تعبوك يجي سخسخني هكاك هو الفستان بها لازم تمشي تسهر تشيخ فرد كان دادك. هيا شو انت رد بها شوف يديك يا شو كتابه تقرا وديب زاد يا ماما يا ماما شو يقولوا عليه العباد. قال شنو اش قال عليك اش قال عليك ولدها يقرا ولد لولو ما ندراك. شوف عاش ولدي رد بالك المره اللي قال لك ستيلو ولا ورقه ولا تراجع رد بالك. علاش وقفتك على القرايه باش تلعب شركه بوك. المتسابق الاول اذا وليد السالمي اللي كان شارك في اول حلقه من حلقات كافي تياتر اللي تعدت في رمضان اللي فات مع بعضنا. تصفيقه كبيره وليد سالمي سيتي ان تفضل. اسمعني يا خويا استناني لحظه. علاش ما استنانيش؟ سلام يا خويا زيدش خدام ربي نوب. سلام يا معلم فماشي خدمه علاه وزارة تشغيل أنا. سلام يا خويا نحب نخدم ربي نوب لين نخدم نايا نايا بو جمعة بو جمعة بن القاسم عمري 32 سنة من قرعة 13 جيت لهنا لتونس نلوج في خدمة عندي 3 شهور نبات البرة في الجردة قعدت للشر قلت نروح للبلاد فديت نروح القرعة 13 نرتاح غادي خير لي وسامحوني انتم في الامام. سلام بلي الكارت عد... اي كار سافرت عادتنا هنا. نعم كار عليه ما نخوش انا كيران يا بنتي ناس هذا قلت لك الكارت عادت ولا تركبي ما تركبيش امورك. شو كيف تحكي معايا اقعد فيها عم اسمع المرجيك تحكي معايا حاول تغسل فمك. نغسل فمي باش معجون الاسنان. معجون الاسنان لان جاي باش ناكلوا المعجون باش نغسلوا فمي. بونجور مسيو بونجور جو شيرش ان ريستوران بور مانجي اي موا ريشيرشي توا ريشيرشي بوركوا باسكو موا ريشيرشي ان ترافاي
Tu vas chercher un restaurant pour manger. Et pourquoi ne manger avec vous et toi manger avec nous? Pourquoi ne mangeons avec le restaurant? Pourquoi tu manges et moi ne mange pas? Parce que moi, un pas de travail et toi travailler. Donnez-moi une cigarette, monsieur. Bizarre. L'assiette ou le gars, il y avait comme cher. Monsieur, vous allez voir. تخلى بلاصة بجنبي تشعل بالضوء الدنيا كل عباد داخل خارجة بنات داخلين خارجين باش أنا قلت هذاك يكون كان عرس والقاوري هذاك حصلني تخلي العرس باش يتعشى وخليني البرة قلت نمشي بو جماعة نتعشى ونضرب الحيمة والصباح نبات في المحطة والصباح تجي الكار ندب على روحي نروح على روحي تخلت ما خلينيش ندخل بارا يرحم بوك بارا قدم غادي وعلاش نقدم غادي يا ودي برا بدالي يرحم بيك نكلم فيك ممنوع الدخول وعلاش ممنوع الدخول والله مسلي يعني بي ودي برا ربي يهديك برا ربي يهديني اوه انا هكاك وفما واحد جنبه جا ورايا وقف كيما هكا سلسله هكا زنودو رمانه على راسه كدك قال له يا حسني خليه يدخل زوالي وانا تعرفي حب الزواوله ودخلت غاديك ومحنة والباش باش تخل غادي ولي تخل اش لقاها الدنيا هكا هكا بنات هكا ثم بنات والله بنات يعيطوا واك واك قلت اش ثم ولاد ثم ماكل ثم عباد هكا بدي نقزوا يشطحوا بديت انا ملي دخلت البواطه طلعت البواطه البوطة ذيك انا ما نعرفهاش بديت نعيط ونقص ونعيط معاهم ونقص وثم ماكله وفما شراب وفما شيخات وفرحوا بيا وبديت انا نسحب وجمع بيت ومحنا حسيلو اشتحت معاهم ولقيتك الماكلة هنا كيكة وفم واحد قاعد هو طفلة مشيت قعدت بحذاهم لقيت بوسلة في ده قلت له معنا بنية مش تسألك البنية ذي شهد عليك كم بيالات بوسلة في ده هنا عملت كيكة وشدي منه منه بيع فتش جابني برا خرجت برا البرد حبيت نقول لكم كنت هين عندما خرجت كي دخلت لغاديك هنا اثريت الدنيا متغيرة غادي غادي فما نعم نسكن في قرعة 13 شربت لين رويت حسيلو رويت وما قلت حيت هزيت الجمرة بيدي رويت وما قلت حيت هزيت الجمرة بيدي تتن 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 أهلا بسي وليد أهلا وسهلا مرحبا يعطيك الصحة وليد جمهورك يا وليد جمهوري متاعي جمهورك بيحييك وبيسفق لك وبيسفر لك وبيعمل لك حاجات حلوه خالص ذكرهم صغار هم كبروا خليت مده عام تقريبا فيهم اللي عرسوا فيهم اللي خطبوا فيهم اللي ولادو دخلوا يقراوا الجو هذاك كل وليد انا وياك بون نعرفوا بعضنا خاطرك تعديت معايا في حلقه الاولى تاع رمضان باش نفسر للعباد اللي احنا توا في الدور الثاني من كافي تياتر لانه المتسابقين اللي ربحوا اللي جاوا الاولانيين الكل في قولوا في الدور الاول مثلا في الدور الاول هذوك اترشحوا صلي على النبي وصلي اترشحوا للدور الثاني باش نختاروا منهم 9 من الناس نحبكم تصوتوا لهم وتزيدوا صوتوا لهم بكثافه لانهم باش يربحوا منهم 9 من الناس بركه باش يترشحوا للنصف النهائي ومن بعد عندنا كلام اخر انا ما نقولش كل شيء راني نشوق بالعاني باهي وليد دونك انت تعرفنا عليك ونعرفوك مباشره نسمعوا راي ياسين منصف وبعد نخليك الكلمه كان تحب تقول حاجه لجمهورك يشرفني ياسين منصف يشرفني برشا تفضل استاذنا حلو الشيء اللي عامله انا كنت نتفرج كنت مستمتع ما قلقتش
وأكبر مقياس عندي أنا تاع المتفرج هو وقت ما يقلقش، معناها ما فماش لحظة اللي أنا غبت فيها عليه، معناتها مشى مخي شرد وليت نخمم في حاجة أخرى، معناها نقولوا بالفرنساوي جم سوي با ديتاشي دو تو، معناها باقي معاه، وهذا دليل على أن اللي يعمل فيه يجلب النظر ويشد الانتباه، وأول شرطية هي شد انتباه المتلقي. نعم. لأنك أنت مرسل وأنا متلقي وبينا احنا يتوجد المسرح، هذاك علاش من غاديك قلت لهم شنو المسرح والجمهور، لا الجمهور في المسرح المتلقي في المسرح، انا كمتلقي راهو نحكم بمنظارين، منظار الخبره الصناعيه شيء، هذاك تو بعد ما توفى الحصه ناخذك على جنب مدة إذا عندك وقت نقول لك على حاجات معناها صناعية مهنية حرفية، أما توا انطباع عام بتاع متفرج بتاع مواطن يتفرج عادي والله يحلو ضامر برشا اللي عملته. نبدأ بالبداية، البداية ذات أهمية قصوى لأني أنا أهتم بالخطاب في جوهره، شنو اللي يحب يقول، شنو الرسالة باش توصلها للناس، وصلت أهم رسالة من البداية هي قضية البطالة، والإنسان كي ما عندوش عمل مش ممكن يكون سوي في سلوكه في عقليته في مفاهيمه في معاملته في تعامله في علاقاته مع الناس، يولي حاضر باش أنه يعمل كل شيء لأنه باش يجوع، لأنه بطال باش يجوع، والجوع كافر، واللي قال عليه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لو كان الجوع رجلاً لا قاتلته، ما أنت نمشي نتقاتل معاه، أنت بديت بهذا وهذه عندها علاقة بالواقع التاريخي، ولو ظرفيا الآن فما قضية متاع جوع، فما قضية متاع بطالة متاع الشباب المهمش الضايع، فأنت طرحت مسألة مهمة، وأنا نعتبر أن المسرح تجد باش يطرح المسائل اللي ذات هم مشترك بين المرسل والمتلقي، فهذاك على شديت لي انتباهي، قلت بون باش يحكي على البطاله كيفاش ولد هذا ومشى الحظائر ودار حظائر معناها عديده وفين يمشي طاف معناها يبعثوه يقضي كما يقولوا بالدارجه، معناها شنو باش يعمل شنو مقاله، فوريتنا المقال نتاعو انه باش يمشي للضياع باش يبحث عن النسيان نفسه باش يشرب وهو شو اسمه بلاده قرعة 13 حتى لين يتنفش وحتى لين يمشي مشي يتفتق من بعضه. هذا حاجة مهمة برشا وحلوة برشا، وانت عملت التريتمون الصياغة معناها تعامل معها ما عملتها ليش مأساوية بكائية مناحة معناها تعملوا دراما، دخلت فيها عنصر الضمار الطرافة. نعم. وقد ما يقوى عنصر الضمار في اللي انت عملته وقد ما تقوى الطرافة قد ما يكون النجاح اكثر. نعم. شكرا لك. شكرا سي موسف، بارك الله فيك. اذا يلزمكم تصوتوا الوليد السالمي باش يترشح معنا للدور المقبل ان شاء الله للنصف النهائي. نعاود نفكركم اللي توا اكثر ما تصوتوا للي كونديدا المتسابقين هذوما تعطيهم فرصه باش يترشحوا للدور اللي من بعد وباش يفوزوا بالجائزه الكبرى، خاطر في الاخر بكل باش يفوز واحد بركه. اسمع نعطيك شويه 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 هكا، نعطيك شويه وقت. عطيني. تفضل. يلا. شكرا. انا معناتها حاب نشكركم ونشكر سي المنصف، نشكرك انت زاده منال عايشه، وانا معناتها محليه كلامه سي المنصف، معناتها بعث في الامل وبعث في برشا حاجات، دونك زاد نحب نشكر عندي صحابي معناتها هذوكم الكل نشكرهم اللي يعرفوا وليد سالمي الكل. نعم. نشكرهم نقول لهم ليزا سماس ما تنساوش خاطر انا ماترياليست. دونك افرحوا بيا افرحوا بيا صوتوا لي صوتوا لي باش نسلم على منطقتي اللي هي منزل المهيري في ولاية الخيروان. تحياتها من كفر منزل المهيري في ولاية الخيروان. قاعدين يبنونا في دار شباب ان شاء الله معناتها ان شاء الله مبروك عليكم. عايشك بارك الله فيك. زاد نشكر معناتها كل من يعرفني هذا خاطر تو غاب علي برشا كلام سامحوني كان نسيت. يعطيك الصحة ديجا كفيتو. معناتها نشكرك أنت عايشك سي المنصف كالعادة. مرحبا بك وليد إن شاء الله يصوتوا لك، إذا نسيتي واحد سيتي واحد في حلقة اليوم وليد سالمي صوتوا له باش يترشح للدور اللي من بعد ويزيد يعمل نصف نهائي وربما يكون هو الفائز
الوحيد في برنامج كافي تياتر ما تنجموش تعرفوا، لانه الموسم كامل احنا بدينا في رمضان عام ناول وباش نكملوا ان شاء الله في رمضان السنه. ماذا بينا اللي كونديدا الكل اللي ربحوا يعاودوا ياخذوا فرصه اخرى ويتسابقوا ويفوز منهم واحد بركة بجائزه كبرى نقول لكم عليها في وقتها. سي تي ان وليد سلمي على 8 59 59. شكرا وليد، يعطيك الصحه، بارك الله فيك. مازلنا مواصلين، مازلنا مواصلين في كافي تياتر مع الفنان الكبير منصف السويسي. ويحيى المسرح، ما سمعتش، ميرسي عمر. إذن الفنان منصف السويسي، هذه باش نقولها بلهجتي الأصلية، باش نحكي معاه المسرح. منين بنبدأ؟ منين بنبدأ؟ واش بنقول؟ وعلاش بنحكي ياسر المنصف؟ وين بنقبل؟ قالت أمي وين بنقبل؟ كيفاش باش نحكي على المسرح مع سي المنصف السويسي؟ كين احنا ساعات تحضرك المحاضرات مثلا تقول كما قال سي المنصف قبيله، المسرح ولا الجمهور في المسرح، ولا المسرح وما نعرفش انا مثلا والسياسه. انا فما نظريه كامله اسمها منصف السويسي والتاسيس، معناها تبارك الله تلمو اسس برشا 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 هياكل كبيره في تونس كما قلت لكم في التقديم، فرقه الكاف، المسرح الوطني، ايام كرتاج مسرحيه، هذوما اللي في تونس. اي وشو اخر؟ لا مازال في تونس. قل لي ما قلت لك منين بنبدا؟ في 72 اسسنا فرقه قفصه. زيد أي بطلب من الاستاذ المحامي الفاضل الذي كان واليا للكاف في ذلك الوقت وانتقل الى قفصه. فطلب من الاستاذ طاهر بوسمه. طلب مني ان اؤسس له لنا لتونس فرقه مسرحيه في قفصه، ولانه كان يعتقد ان قفصه تستحق ذات أولوية في وجود فرقة مسرحية على غرار فرقة الكيف، لأن فيها المناجم والعمال يتعبوا برشا في المناجم، فهمتني، في المناجم وكذا. ووقتها كان معي أخي وصديقي رجا فرحات في ذلك الوقت في الكيف، في عندما عملنا ثورة الزنج نتاع صديقنا عزيز المدني. مشينا بعد على اثر تقديم افتتاح مهرجان الحمامات والانتهاء من تقديم عروض الزنج. عملنا جوله كامله في ولايه قفصه، المضيله والسند والعرايس وقموده وغيرها، معناها الكل، وتوزر ونفطه وكل، باش نختاروا شباب كما الشباب اللي انت قاعده معناتها تكتشف في بوابه وتعاون فيهم على ابراز طاقاتهم ومواهبهم وشد انتباه الجمهور التونسي للمسرح عبر التلفزه. هنا نحب نحيي الاولى، القناه الاولى على هذا البرنامج، الوطنيه الاولى بالله. على هذا على هذا البرنامج الذي له اكثر من فائده واكثر من اهميه، واللي هو معمول بصدق كبير وبمحبه وبشغف وبكفاءه عاليه، مش خطر في وجهك. يعيشك سي المنصف، هذا نعتقده نقوله خطر الاكثر. قلت لي قبل صحيح حتى تقابلنا، قلت اي ما فما ناس يقولوا لك في التركينة شيء وقدام الناس شيء اخر ونعرفهم. انا ما عنديش وجهي. يعني انت شجعتني وقلت لي برشا كلام واعطيتني ثقه في روحي، والحمد لله ان شاء الله ديما نكون عند حسن ظن. هذا برنامج هام جدا 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 في حياه المسرحيه التونسيه. نرجع للتاسيس فرقه قفصه، ثم في 73 ولا 74 ينقل الاستاذ طاهر بوسمه من قفصه الى القيروان كوالي، فيطلب الي ايضا تاسيس فرقه. قل لي هذه مدينه الاغالبه، مدينه الثقافه، مدينه الحضاره العربيه الاسلاميه، يلزم يكون فيها فرقه مسرحيه، مدينه الشعر والادب وغير ذلك. فوقتها كان صديقي معي هو مدير مساعد في فرقه الكاف، الاستاذ الفنان عبد الله رواشد، الله يذكره بالخير، هو الان توا يعيش البرة في المهجر. مش في المهدية في بالي يعيش؟ لا لا لا، يعيش في هولندا، في هولندا. اما يجي دو تونز اوتر من وقت من حين لاخر ياتي الى المهدية. المهم كونا الفرقة معاه، وبقدر ما نجحت فرقة قفصة الحقيقة معناها ما نجحتش فرقة القيروان في تأسيس جمهور، في شد الانتباه له، وهذا عنده أسباب يطول شرحها. من بينها ربما الأساس، وهذاك علاش سي طاهر بوسمه وقتها قال لي يا خويا أنا عيط لك باش تعمل لي فرقة باش تكون كيما قفصة، باش وكيما الكيف، ما عندها جمهور وراها، مسرح بلا جمهور ما نجبيه، وهذه فلوس الناس أنا نعطيها
قال لي انا كي نعطي فلوس للشبيبه الرياضيه تاع القيروان وكا عندي نهار الاحد نعرف الشباب الكل وناس وكذا غادي يتفرج وهذه ما يتفرج فيها حد واش نعمل فيها. وهي السبب الحقيقي الرئيسي ان الاستاذ عبد الله الواجد كان فنان كان يقدر على اداره شان فرقه مسرحيه لكن ما كانش يفتح المجال للمبدعين. وكان معاه مبدع كبير اسمه عبد الرؤوف بن يغلان. ما كانش عبد الرؤوف بن يغلان اللي احنا نعرفوه الفنان رؤوف بن يغلان. ما كان اللي هو رؤوف بن يغلان. فهمتني؟ ما رؤوف بن يغلان بن كيف كذا ايضا خطواته الاولى من الاول معاه الاحترافيه معي عام 69 عملنا الجزائر قبل ما يمشي لفرنسا لفرنسا وقبل ما يمشي للجزائر على كل حال هذا تاريخ يطول شرح. وبعد اسست عام 75 مهرجان مسرح الابيض المتوسط البحر الابيض المتوسط بكركت حلق الواد مع مش مع الوالي هذاك لا 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 المرحوم رئيس بلديه حلق الواد عامر بن عايشه. نعم فهمتني الله يرحمه وينعم الله يرحمه. قلت له راه نحب نعمل مهرجان في الكراكه تاع حلق الواد. نعم قال لي انا ما عنديش فلوس. قلت له واش طالبك فلوس تعطينا السيت يونيكمون للمع وعملنا دوره ناجحه جدا معناتها كان فيها اقبال جماهيري وتقدمت فيها اعمال مسرحيه رائعه فهمتني ولا واحد. من بعد ديما كيف ناسس انا حاجه كل شيء في الاول يشكوا فيها. نحكي لك على اهل المهنه معنا اهل المهنه بين ظفرين يعني اعداء المهنه والمهنه كل مهنه فيها اعداء منها فيها وجعلنا لكم عدوا من انفسكم. نعم يجي ويشكوك فيك المشروع هذاك تيزيك بلا مسرح وطني بلا مهرجان ايام قرطاج المسرحيه من تاع تيرس هذي تاع المنصب السويسي تسمع في الكلام الفارغ يشكوا ويضربوا ويعملوا وقت يقام التأسيس ويقام معناها الصرح يولي يجيوا يطالبوا بايهم فيه ويدعيوا انهم هم اصحاب الحق الاولانيين ويدزوا ماليه التالي. نعم هكا عملوا لي برشا مرات معناها فهمتني. بعد ادرت فرقة مدينة تونس. اي هذا قبل ما انت معناها انت والارادة السياسية وقتها في الوقت ذاك مع الوزير بشير بن سلامة كونتوا المسرح الوطني. أنا 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 قبلها الفرقة ولا بعدها؟ فرقة مدينة تونس. ادارتك للفرقة؟ لا قبل انا ادارت فرقة مدينة تونس 76 78 نعم قبل انشاء المسرح الوطني. نعم فما مهم فما مسألة مهمة هذه سواء في الكاف ولا في فرقة مدينة تونس ولا في المسرح الوطني وإلا في أيام قرطاج المسرحية وإلا من بعد كي رجعت للكاف وإلا توا في المؤسسة متاعي أنا نؤمن أن هنالك دور تنشيطي للمدير ما يلزموش يحتكر الإخراج إذا كانوا مخرج وما يلزموش يحتكر التأليف إذا كانوا هو مؤلف. فكل مؤسسة هذيك يلزم تكون المؤسسة هذيك هي مجال مفتوح لاحتضان المواهب والكفاءات والطاقات وتمكينها من التعبير عن ذاتها في مستوى الاختلاف. يعني لابد أن ننشط الاختلاف الفني والفكري في المقاربات والأساليب الفنية واحد وحتى تكون لنا معناها أنماط وأنواع من الفرجة الزاهية الملونة. نعم مثل البستان انا دائما نؤمن بالتواجد المختلف. نختلفوا في هذا لكن لازم نتوحدوا المسرحيين نتوحدوا الفنانين فيش نتوحدوا في ان كل واحد منا كفاءه حقيقيه يعترف بها لابد ان نوفر لها مجال العمل. توا مثلا فما اشكاليه كبيره من القائمه في مخي انا في مخي انا فما برشا شركات فما برشا جمعيات في المجال المسرحي. نعم طبعا لكن فماش برشا مسرح باهي فماش برشا انتاج باهي باهي قيم قيم نعم. هذه فرجة تفتك الناس من ديارهم وتخرجهم من قدام التلفزة وتخليهم يمشيوا للمسرح ويصرفوا الفلوس على المسرح. نعم. ما عادش هذا شيء هذا موجود. الى جانب امور اخرى اللي هي معناها كأن الأمور تكالبت على المسرح باش ينحسر الجمهور.
المسرحي. والا سي المنصف قصة الحديث بالعسل، والا نشوفوا الشركات التجاريه المهيمنه على المشهد اللي تمشي تبيع تساكر لتال اجونس ولا تال اجونس وتملى المسرح البلدي بتسكر ب 30 ولا 40 دينار، وبعد تدخل تلقى مسرحيه هزيله ولا ممثل هزيل ولا مع كل احتراماتي معناها يعني. لكن موجود برشا شيء هذا معناها، موجود برشا تصديق قولك. نعم. وهذا له اسباب، من اسبابه، من اسبابه وليست كل الاسباب، لان كل الاسباب لازم تكون مساله مجهود مشترك جماعي باش نبحثوا فيها ونلقاوها ونقفوا عليها. نعم. لانها متشابكه ومعقده. انا ما نجمش نقول على الاسباب الكل، انا نجم نشوف الاسباب اللي انا نشوفها. من الاسباب انا ما عادش فما مجموعات مسرحيه. الاوقات الجميله اللي عرفها المسرح التونسي كانت معناها فيها مجموعات مسرحيه قويه. نعم. مش تاخذ مثلا تاريخ ما من تاريخ المسرح التونسي، مش الشهامه والاداب والاتحاد المسرحي وكواكب الكوكب التمثيلي واتحاد الكواكب التمثيل وغير فرقه بلديه تونس وقت العقربي وقت الزمري وقت علي بن عياد، فهمتني؟ نعم. وفي اوقات حتى اخرى. نعم. مش ما حبش نقول في وقتي انا زاد، معناتها تلقى ناس عرس، تلقى ناس قويين. نعم. تلقى ممثلين، ممثلين 45 ممثل وممثلة في مدينة تونس. نعم. بعد تلقى مثلا في المسرح الجهوي تلقى فنتولا فرقة كبيرة، فرقة جهوية كبيرة يعملها الزرقاتي، محمد الزرقاتي رحمه الله في سوسة، في سوسة. وتلقى فهمتني ولا شو اسمه الزعزاع، فهمتني ولا عبد المطلب الزعزاع عم مسرح التجريبي، يجيب ناس معاه مهمين كما محمود الأرناؤوط كما الله يرحمه وناس خرين معناتها مهمين، فهمتني؟ بعد تلقى فرقة الكاف تلقى فيها عصارة معناتها الشباب التونسي، عبد الرؤوف بن يغلان، نور الدين بن عزيز الله يرحمه، حمد السنوسي، عيسى حرات، الهادي الزغلامي، الهادي بوم عيسى، الشلي الورغي، الموجي الورفلي، عبد الغني بنطارة، ناجي الورغي، سعاد محاسن، فوزية بوم عيسى، منصف الصايم، فوزية بوم عيسى، رجاء بن عمار، رجي. محمد ادريس، فاضل الجعايبي، محمد رجاء فرحات، ثم تلقى المؤلفين الكبار، شو اسمه محمد رشيد الحمزاوي، عمر بن سالم، عز الدين المدني، سمير العيادي وغيرهم. نعم. معناه ثم تلقى السينوغرافيين الكبار، تلقى والموسيقيين الكبار، تلقى محمد القرفي، محمد بن عثمان، تلقى معناتها زبير التركي، تلقى فهمتني ولا شو اسمه محمد مطيمت الله يرحمه، محمد مطيمت، تلقى ناس معناها أبو الحبيب الشبيل الله يرحمه، فهمت؟ هذوما الناس اللي كانوا يخدموا بالكاف، أسامي وغيرهم راهو الليستة طويلة، فهمتني؟ طويلة وعريضة، فهمتني ولا؟ نعم. عزيز أبو الأبيار، فهمتني؟ نشوف شكون آخر؟ برشا 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 برشا، رشيد الدبيش، غيرهم. بعد تلقى المسرح الجديد. روضة صديقتي، روضة سكريبت نتاعنا اللي هي صديقتك وصديقتي، قالت لك ما نسيتش اسم بربي ممثلة، ما نسيتش اسم ممثلة هكا. خديجة السويسي. تحية تحية لخديجة السويسي بربي. ميرسي روضة. ما هو شو الواحد ديما ينسى روحه. هي روحك معنا هيا بمحلاها كي راجل يقول على مرته روحي بيا. روحي خديجة. ربي فضل هي خديجة معناتها رفيق دربي. صحيح. صديقتي. أما هي زوجتي، حبي، عشقي. ما شاء الله. لا 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 لا. أم أولادي، فهمتني؟ أم أولادي هي اللي خلتني بفضلها، هي كوننا أسرة والحمد لله الأسرة دي متماسكة. أنا حبيتها تجي معاك اليوم، اعتذرت لي عندها التزامات. إن شاء الله تجي مرة أخرى في حلقة أكيد. سي المص مازلنا باش نكملوا نحكي والحديث معاك، بارك الله طويل ومفيد وبالحق نتعلموا ونتعلموا من كل حرف ومن كل كلمة ومن كل جملة. هذا التاريخ راه بالحق، هذا التاريخ. أنا هاني قلت لكم قبيلة في تقديم قريت تاريخ المسرح التونسي، لكن كي نسمع من أستاذ كما سي المنصف السويسي نزيد نتعلم ونزيد نطلع على حاجات ممكن غابت عليا في الكتب اللي قريتها ولا حتى في قرايتي. مازلنا راجعين باش نكملوا مع استاذنا وفنانا سي المنصف السويسي، لكن قبل ذلك نتعرفوا على المتسابق الثاني صادق مزيد في الفقره التاليه.
احترام الجمهور. اذا نستقبلوه على الركح الفنان الصغير صدق مزيد. ستي دو تفضل. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في النشرة المسائية للأنباء. إذا ستتم بعد قليل مباراة نادي رياضي صفاقسي ضد نظيري الحديد صفاقسي. معنا على الخط زميلي رازي باش تحكي لنا على أجواء المباراة. زميلي رازي. نعم نسمع فيك. إذا كما نشوفوا الأجواء ياسر حلوة، احتفالات كبيرة على اليمين جماهير النادي الرياضي الصفاقسي، أما على اليسار جماهير الحديد الصفاقسي. يابا إذا نعود إليك يا زميلتي إلى الاستوديو. إذا زميلنا راسي باش تحكي لنا أكثر على الجوارات، بحبحوش يعملوش الجيل، هزوش الجوتي نتاعهم قبل باش يعملوا التمارين، عملوش حاجات هكايا، باش تحكي لنا أكثر. عندك كل الوقت، كل الوقت مخصص ليك أنت يا زميلنا راسي. نعم والله عملنا جو بالباهي، حط عدا خاصة البارح في الأوتيل، أوتيل خمسة نجوم. نعم عملنا جو، بحبحنا تمام. إذا نعود إليك إلى استوديو الأخبار. إذا زميلي رازي كان ثم أي معلومات تجم تتصل بنا. جو سوي تري ديسبونيبل. عودة إلى الملف الثقافي، خطوتنا اليوم مهرجان المسرح، ومعنا زميلتنا رواند. رواند رواند انت على الخط. رواند اذا شكرا لك يا زميلتنا رواند. الا غالب معاش عندنا توقيت، معاش عندنا وقت، معاش عندنا وقت تملص، معاش عندنا يا شومي كبشت. اذا شكرا اليكم على حسن عدم المتابعه والى اللقاء. حبيبتي جوليا، أنا جيت يا أحمد، جيت الآن، أنا مستنيك من ربع ساعة. جوليا أنا والله العظيم بحبك. بتحبيني؟ طب عندك فايبر؟ إنستغرام؟ مالي ومال الفايبر والإنستغرام؟ والله العظيم بحبك. دي مصر كلها بتحبيك. تعال يا حاج، تعال قول لها أنا بحبك. خد بالك منها يا عواس، روح اتكل على الله، جاتكم نيلة مليتوا البلد. جوليا أنا إشهار. أيوة رقبتك بتوجع، ظهرك بيؤلم، عندنا الحل، حنستعمل زيت تايتر كينج. المعجزة، كل ده 350 جنيه زاد مصاريف الشحن. مش كده بس، هتربح معانا طنجرة مش كده وبس، وترابيزة كمان مش كده وبس، هتربح معانا بطانية من شركة السعود، كل ده 450 جنيه. في نهاية المفاجأة يا حاجة، في مفاجأة كتير جدا، هتربح معانا مروحة 30 بوصة. مروحة 20 بوصة، شوف الهوا. كل ده 450 جنيه زائد مصاريف كيف الشحن، يلا اتصلوا بينا. ايو وات از يور نيم؟ ما هو اسمك؟ ماي نيم وات از يور لوك نيم؟ ما هو اسمك؟ تبا My name speak. No, see my peer. My name you know, I will kill you. Damn it. التعلم سوف أقتلك. تبا. Please no. أرجوك لا. Stop. Oh, he's killed me. Whoosh. Fatma. نجيتك يا فاطمة، جيت سيبت اللواج غاديك ناقصين 2000، خذيت بك بكريستال هاك تعرف. فاطمة نجيتك باش نقول لك حاجة برك يا فاطمة، أنا نحبك يا فاطمة، وباش نسيب القراية ونمشي نعمل فلاحة مع بي. يا فاطمة يا خالد، خوك سهيل كان يراني بحثك، ما قلت لك يطخ عليك النار. أنا ما يهمنيش، هوب 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 شر مذب، لا ما يهمنيش في حد حد، حبك انت يا فاطمة. عملت يا سهيل قتلتني، هوب 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 مت راني سايد زيت. باه اذا
تحب صادق يربح في كافيه يا ريتر ما عليكم تبعثوا اس ام اس قصير على 8 59 59 على سيتي 2 ويحيى المسرح على الوطنيه الاولى. منال انا جيتك يا فوزين وقفة يعطيك الصحه صداد اهلا بيك. اهلا صغير راهو سمعتوا قديش بالضبط سكرت سكرت بالضبط جمهورك 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 اتفضل اتفضل قديش سكرت بالضبط اليوم اليوم عمر قديش بالضبط بالشهر بالدقيقه بالثانيه العشرين ونص ثواني هكا لا 4 ساعة ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يعطيك صحة صادق محليهم لكانديدات تاع اليوم وليد وصادق زوز محليهم بالحق مانيش نأثر على ناس المنصف أما أنا ضحكت برشا وأنا قاعدة دونك يعطيكم ألف صحة ألف ألف صحة فهمتوا من اللهجة وشفتوا في الفقرة دونك صادق جانا من صفاقس ربح معنا زادة في الحلقة الثانية تقريبا كنت مع الفنان نوف العزارة وحسين الساحلي وزاد عملت ميم كما شفنا ميم حاجة ما تتعملش ديما في المسرح به نعطي الكلمة لسي المنصف وبعد نعطيك الكلمة باش تقولهم يصوتوا لك تفضل أستاذنا. أنا أقول في البدء لا شك أن أمام موهبة نعم والموهبة جاية من الهيبة نعم هيبة تعطى نعم إما بالنسبة للمسلمين بالنسبة للمدينين المؤمنين اللي كيفي أنا نقولوا هبة من السماء من الله نعم. وفما الأخرين أنا نجم يقول لك هبة الطبيعة موهوب من الطبيعة أعطته الطبيعة المهم هو موهوب نعم وعنده حضور رقعي عنده يتمتع بخفة ظل اللي زاد ربي منحها له نعم فما طرافة في اختياره لاستعمال التلفزة الإطار هذايا معناه الاختيار هذايا طريف وماهوش متداول وماهوش مكرس يعني ماهوش ممجوج نعم. حاجة حلوة وما ينجمش يعملها إلا إنسان عنده قدرة على التلون نعم. في الشخصيات ناقص خدمة في التلون هو قدراته الذاتية نعرف فين النجم يوصل هو بها نعم. لكن ما نجمش يوصل بها إلا اللي يوصل له لأنه ناقص خدمة يلزم شكون يوجهه يلزم شكون يوجهه ويخدم معاه نعم وحدهم هما وأنا نقترح عليك منال نعم أنه ربما تتفهم مع الأولى التونسية أنه كيفاش يولي فما نوع من التكوين معناها ورشة لتكوين هالمواهب والعناية بالمواهب واحتضان هالمواهب حكينا فيها سي المنصفين أستاذ قلت له واحتضان هالمواهب هذه وأنا نعتقد أنهم يكونوا تحت إشرافك بخبرتك المسرحية بدرايتك ينجموا يستفيدوا نعم برشا معناها فهمتني احنا في المصف راهو نحاول نصلحوا شويه قصيده راح تثبت بالعسل نحاول ناخذهم شويه قبل ما يصوروا باش نصلحوا شويه المشاهد كان عندهم ونحبوني معناها وانا معاك نشكر كل زملائي اساتذه المسرح اللي في الجهات اللي عاونوني برشا على خاطرهم اللي اي واحد فيهم عنده تلميذ متسابق يحاول يعاونه يقول لي منال تو نبعثوا لك حاضر الكافيتيات بالياسر شويه فما اللي ما عندهمش شكون يوجههم دونك نحاول نصلحوا للأسف نحاولوا نصلحوا احنا شويه قبل التصوير اما هو ضامر برشا نعم. وعنده حضور رقعي وعنده خفه ظل وموهبه يلزمها تلقى العنايه ثم اريد ان اؤكد على امر نعم علمهونا ستانيسلافسكي العظيم احد اساتذتك اللي بتعرفهم بكتبته أما هو ما نعرفوش في الدنيا نعرفه بكتبته تعرفوا بكتبته نعم انا بدي ما نعرفوش في الدنيا نعرفه بكتبته اكيد وكانه صاحبي معنا يقول لك التمرين ثم التمرين ثم التمرين ولا شيء غير التمرين ما فماش شيء باش ينزل هكا كانه معناها وحي يوحى هذاك الانبياء والرسل اما احنا البشر قضيه تدريب وقد ما تتدرب وقد ما تخدم وقد ما تعاون قد ما تتقدم وينضج الخدمة بتاعك شفت مثلا العجينة عند الخباز قداش يلزمها وقت باش تتعجن نعم. والخميرة كذلك خدمتنا ما فماش خدمة أعطيها تعطيك ما تعطيهاش لا ما تنجمش وكما يقول الحمروني الله يرحمه جبنا عليه قبيلة يقول فوق سيرسان يكرم المرء أو يهان هذيك الخشبة هذيك تاع المسرح ولا الرقعة هذيك معناها خطير جدا لأنه يفضح
لأنه ما يعترفش بالكذب، لأنه بدون وسيط أنا وأنت الآن وهنا أمام بعضنا، لا حيلة لا تشيطين لا تلامس في العينين، الريق البارد لا، والجمهور هذا ذكي جدا، كل الجمهور معناتها المتلقين راهم يحسوا على كل شيء، على الكبيرة والصغيرة، ويحسوا بها مش بمعرفتهم المسرحية، بذكاهم الفطري. نعم. فإذا كانت عندهم معرفة مسرحية خير على خير. سي المنصف، إيش قولك في الحكايه اللي عملها؟ قال لك الكوره عطاها، قالت له تكلم تكلم ادخل وقت تحب ودخل وقت تحب، وبعد المسرح قالت لها شكرا شكرا كهو في الوقت في الوقت في الوقت. معناها ريال موني احنا معناها انا بشويه غيره، احنا مش مع الكوره ديما بالحق في التلفز وفي الدنيا تلقى برشا اهتمام بالكوره، وقت اللي نوصلوا للمسرح شويه اهتمام بالمسرح. 10,000 برنامج تاع كوره وبرنامج تاع مسرح. شو المسرح لو كان جاوا يدركوا قيمته، وأنا نقول لو كان جاو يدركوا قيمته السياسيين الكبار وقيمة المسرح في تثقيف الشعوب، بورقيبة انتبه للشيء هذا، ولذلك خصص له خطاب سنة 62 7 نوفمبر 62. شو 7 نوفمبر من المفارقات العجيبة، اللي خفوه في 7 نوفمبر الآخر و7 نوفمبر لا لا، واللي حكى فيه على المسرح المدرسي هو كان مغروم وكان ممثل استراتيجية كاملة. المسرح ما ينجم يزدهر وينع ويتقدم ويخلي الأمة والمجتمع والشعب يتقدم إلا وقت الحكام الحكماء. نعم. وقت يكون الحاكم حكيم، كما بيريكليس في اليونان، كما لويز الرابع عشر الملك الشمس في فرنسا في القرن السابع عشر، كما الملكة إليزابيث الأولى. نعم. في أنجلترا إلى آخره، معناتها كما بورقيبة، كما الشيخ. هنقول لك حاجة أخرى، الشيخ سلطان الآن أمير الشارقة حاكم الشارقة هو الوحيد في الخليج اللي يؤمن بالمسرح واللي يشجع في المسرح. ديجا تاع مسرح توا قلت لك عامل مهرجان كبير تاع مسرح، مهرجانات وهو يكتب للمسرح. نعم. كيما هافيل رئيس دولة ويكتب للمسرح. نعم. وينقد الحكم الاستبدادي الفردي في النمرود، مسرحية النمرود اللي أنا أخرجتها. نعم. هي شنو هي؟ نقد للاستبداد والانفراد بالحكم والطغيان والجبروت. نعم. معناها إذن يلزم السياسيين نتاعنا ينتبهوا لقيمة المسرح في التنمية، يعني قيمة الثقافة ككل، والمسرح كعصارة للثقافة، لأنه هو يلخص كل ضروب الثقافة، تلقى فيه الموسيقى والشعر والفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس، كلها مجتمع كل فن تركيبي تشكيلي، تلقى فيه الفن التشكيلي، معناه كل شيء. إذن إذا كان المسرح بخير، والمسرح هنا بخير شنو معناه؟ مش في حدود الركح هذاك، لا، في حدود هذا اللقاء، هذا التفاعل، هذا التواصل. إذا المدينة تكون مهتمة، رجل المدينة المواطن يكون مهتم بالمسرح، والمسرحي يكون مهتم بمشاغل رجل المدينة، يقع التلاقح أو التفاعل العضوي الجدلي والتواصل العميق بين طرفي العملية المسرحية، المرسل الفنان والمتلقي الفنان. نعم. ما زلنا باش نحكيو سي المنصف على المسرح، نحب نعطي الكلمه لصادق يكلم اصدقاء واصحاب وعائلته صوتوا له. تفضل. تحيه صغيره به، حبت نقدم التحيه لسي امير العيوني، خاطر هو اللي صديقنا امير العيوني استاذ المسرح زميلنا اللي بادر قال لي يمشي البرنامج، وقول له مبروك البنوته، ما بنوته جاتو بنوته، مبروك البنوته، تتربى في عزك انت والمدام. نعم. وصحات من الحشيشه. نعم. نعود نرجعوا صحات من الحشيشه، حتى من الحشيشه هذيك يسدتي لي وقتها في حلقه في حلقة اكتوبر نوفمبر، حد الحشيشة حد الحشيشة حد الحشيشة نحييه زاد حد الحشيشة، وحتى هو نحييه ونحيي مرته وبنته ولده. نعم. بس وزملائي اصحابي الكل نتاع المسرح في المركب الثقافي محمد جاموسي، قولهم يصوتوا لك يا ودي، حيي كيك زي قولهم يصوتوا صوتوني. ها عمل لهم بالميم، خاطر راهو يعمل ميم هو سي منصور، ما هو بدال الخدمة نتاعو بال حتى ما رفيت عمل بالايماءات. تفضل تفضل خو صاحبي باش يصوت لي هذا. اي تفضل على ول خليه يتفرج عليا. خمسطاش مية
باهي. إذا صوتوا لك على 8 59 59 على 62 إذا كان عجبكم الأداء نتاع صادق اليوم وتحبوا يترشح للدور. إيش تعمل؟ لا نغمز. ضحك في ماليا. والله لا يا بنات. ماليا ضحك في ماليا هكا ما يجيش راهو. شحالك لين؟ شحالك أنت؟ لين. تحية لك أنت والصفاقس الكل اللي تتفرج فينا خاطر نعرف أنا مشيت غادي وقالوا لي رانا نتفرجوا في برنامجك وهذا حاجة تفرحني برشا. تحية لك. صوتوا له على 8 59 59 إذا كان تحبوا يربح ليلى ويترشح للدور القادم 62 على 8 59 59 صادق مزيد. شكرا صادق يعطيك الصحة بارك الله فيك ربي يوفقك إن شاء الله. مازلنا مواصلين كملنا المتسابق الثاني مازلنا باش نزيدوا نحكيوا شوية مع سي المنصف وتوفى الحلقة على غالب في صحفي ساعي تعدى الوقت في كافيه تياتر زعما خاطر تلمون برنامج ناجح وجود يقولوا هكا أنتم صفقوا من فازت هذيك باش تصدقوا الوطنية الأولى. يجيوني ضيوف كبار وتجربتهم كبيرة في الفن وخاصة في المسرح بما أننا وبرنامجنا يعتني بالمسرح كافيتياتر بالحق ماذا بيه لو كان يبدأ عندي 100 ساعة باش نحكي معاهم وناخذ برشا هكا من التاريخ ومن المعلومات لكن للأسف معناش الوقت الكافي باش نلخص كل شيء نحاول هكا من ياسر شوية نسرق شوية معلومات من الأساتذة هذوما. سي المنصف قبل ما نكملوا حديثنا حبيت أنا وياك حكينا وإحنا نحضروا في البرنامج قلت لك راهو عنا الفقرة هذه اللي نحاولوا ديما نكرموا فيها ناس قدموا للفن وللمسرح التونسي ورحلوا اخترنا أنا وياك المرحوم الراحل سمير العيادي. لا اخترته وحدك أما أنا أما أنت قلت لي بتبيع الخيطك أنت مختارتهم الحق متعرب واختيار قلت لي صعب ولا ذاك ايش قلت لي قلت وانا شاور الضيف نقول له اختيار صعب ولا اي واحد لو باش تختاره باش نتكلم عليه بموضوعيه. نعم نعم. فما الفرق ما بين الصحبه وما بين المساله اللي ما بيناتنا. نعم. في وقت اللي تونس تولي ما بيناتنا ما فيهاش صحبه. اذا انت غلط انت غلط. نعم. لانك باش تهلك تونس كان انا نقول ماكش غلط. نعم. المسرح كيف ننتصروا للمسرح ننتصروا للفن ننتصروا للحقيقه مش ننتصروا لبعضنا على خاطر انصر اخاك ظالما او مظلوم كلام فارغ. الفنان سمير العيادي هو فنان شامل اللي هو معناتها هو رفيق درب. نعم. هو مبلي بالمسرح عاشق. نعم. مغرم ومجتهد كثيرا. وسمير الله يرحمه كان متعدد المواهب وكنت انا نلومه ونجي ضده في تشتيت الطاقه متاعه لانه سمير شاعر وسمير كاتب قصه. نعم. وسمير معناتها مدير مجله ورئيس تحرير مجله. نعم. وسمير مدير دار ثقافه وسمير مخرج وسمير ممثل وسمير كاتب وسمير هو موهوب في. نعم. هذه ومجتهد في. نعم. هذه المجالات الكل وانا نعتقد انا بالطريقه اللي عاش بها شتت الطاقه نتاعه بالطريقه هذه شي لازمك تختار وتحط الطاقه نتاعك كلها توجهها تحصرها في حاجه تجي قويه تجي قويه وتعمل اثر معناها قوي وعميق. هذا كان خلاف كان اختلاف في. نعم. وجهات نظر مع خويا سمير وصديقي معناها جدا 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 وزوجته وزوجتي الروح بالروح خرجوا مع بعضهم اصدقاء برشا دليله عندهم دليله الطبيبه دكتوره. نعم. فهمتني اولاده كيما اولادنا. سمير الله يرحمه كان معطى وكان يعمل باستمرار يعمل يؤمن بالعمل ويؤمن بالنشاط وعملنا مع بعضنا تلقينا في عده مرات وربما توجنا اللقاءات متاعنا بعمل نال نجاح كبير برشا في الاوساط داخل تونس وخارج تونس وكان العمل هذا يحصل له شرف ان يكون من بين السفراء الاوائل للمسرح التونسي في المشرق العربي والخليج العربي. نعم. يعني انت تعرف انا عطشان يا صبايا خرجت اول مسرحيه من المسرحيات بعد اللغز بعد مسرحيه اللغز اللي في فرقه مدينه تونس خرجت لسوريا وخرجت الاردن والعراق والكويت وقطر والامارات والبحرين اللي هذوما البلدان هذوما وغيرهم عمره ما مشى لهم المسرح التونسي ثم المسرحيه هذيا مهرجان الامم في سنه
75 بعث ناس شافوا المسرح العربي كله البلدان العربية باش ينتقيوا شنية المسرحية العربية اللي تمثل العرب مش تمثل تونس. فاختاروا عطشان يا صبايا وشاركنا في البيتاف، يسميوه البيتاف، مهرجان مسرح الأمم في نوفي ساد وفي بلغراد الدورة هذيك، لأنه كل سنة ينتظم في مدينة من المدن. فما حاجة نسيتها بربي قبيلة يا منال حاب نتداركها مدام جبدنا عطشان يا صبايا. فما عديد من الإخوان اللي خدموا معنا في فرق الكيف، نسيت البعض منهم كيما لامين نادي، كيما محمد بن عثمان الله يرحمه. لا ذكرته كيما... محمد بن عثمان لا ما ذكرتوش، محمد بن عثمان ما ذكرتوش، وعمار بوثلجة ما... في مخي ما ذكرتوش احتمال انت عندك عمار بوثلجة فما راجح القفصي، فما عديد الناس. فأنا نحب نعتذر من لأنك ما تنجمش، عبد اللطيف خير الدين، شو كل مرة تذكر كل مرة واحد. تفكر حق... ليه سبحان الله رجاء أنه ما يأخذوا ليه ما يأخذوكش، لأني الكلهم نحترمهم ونحبهم، وكل واحد منهم نزلت منه حب عرق من أجل عمل مسرحي أسعدنا به الناس، هو معناتها في قلبي وفي عقلي محفور ولا يمكن أن أنساه، لأنه هو اللي صنع المسرح اللي عمله المصرف السويسي. نعم، منهم إذا سمير العيادي، الناس اللي نحييهم هذوما. نشوفوا مع بعضنا الفقرة المصورة التالية ونرجع. الجميل ننكر والغريب القريب يقدر حيدة اش تعملون؟ جيت نطلع عليك ربا. طلع عليا اش قام طلع عليا؟ هيا تكلم قول اش تحب، ما عنديش برشا وقت. حسب شوية فلوس. شوية فلوس بارح برك عطيتك 50 دينار. بابا وليت حاسب فيا يا اخي، انت شكون عندك؟ عندك وحيدة كام؟ عايش بنتي شد يدك على المصروف، عمك توا برك كان يوبخ فيا. قداش تحب مليح؟ 100 دينار. كاو لا 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 ياسر. السلام عليكم. اهلا بسي وحيد. مرحبا. تغش عليك برشا. اها والله متغش عليك، انت توا عندك مده وعدتني باش رغم اللي انت مشهور ورغم كل شيء اللي انت غاطس فيه باش ساعه ساعه تعمل معنا ومع جريدتنا. فيها باسي لك ساعة ساعة تعمل مضربات معنا وتمدنا بكاريكاتور ماك الكاريكاتور الهيلين متاعك. أنا لاحظت اللي التصاور متاعك فيهم فن، فيهم حس، فيهم نقد. أنت تعرف كيفاش تخلي الخط يخرج العيب متاع الشخصية اللي ترسمها. هاي تفضل عد ويجي منه. أنا نعد عليك عارفك ثقة، عمولة الكراهية ديما محفوظة. بحول الله أنا ما نحبش شكون باش يزاحم، شكون باش يزاحم؟ مادامك معايا في الخط ما يزاحمك حتى حد. هذاك شو نحب؟ بعد ما نكسر فيهم النقابات التونسية ونفهم محمد علي وجماعة. علاش؟ يا أخي أنت كنت تستنى منه حاجة أخرى. كل جماعة الحزب الحر الدستوري التونسي وحزب الإصلاح اللي جد عليهم. ممكن توري تري. لا عاد عندهم حق لا في جريدة لا في اجتماع. الله يرحمه الفنان الراحل سمير العيادي. نذكر إذن اللي عنا زوز متسابقين اليوم شفتوهم، وليد السالمي سيتي أن وصادق مزيد سيتي دو، وليد من القيروان وصادق من صفاقس. سيتي أن وسيتي دو تصوتوا لهم على 8 59 59 باش تختاروا شكون فيهم اللي عجبكم أكثر واللي تحبوا ترشحوه أنتما للدور الموالي من كافي تياتر، ربما تكون عنده الحظوظ ويكون هو الفائز الوحيد والأخير في هذا الموسم من برنامج كافي تياتر. فرحانة برشا نعاود نفكر اللي بحذايا الفنان الكبير مصف السويسي باش نخلي له كلمة الختام ساعة قبل جست من نختم، ونحب نعرف شنو جديدك. أنا نعرف أنت تو مدير مركز لا مدير مسرح المدينة في القصبة. نعم. اللي هو مسرح خاص مش تاع الدولة. نعم. أيوة. خرجنا من القطاع العمومي توا في القطاع الخاص. نعم. وبين قوسين ما فماش فرق راهو بين القطاع العام والقطاع الخاص، خاطر الدولة هي اللي تمول في الناس الكل. نعم. وهي اللي تعمل الرقابة على الناس الكل بطريقة أو بأخرى. نعم. النقابة والتنظيم. أنا في كلمة الختام نقول
السي مراد الساقلي وزير الثقافة نختم الفرصة هذه باش نوجه له معناها أولا تحية وثانيا نقول له رانا معاك المسرحيين كل ما نجم يكونوا إلا معاك لأنك رجل مثقف ورجل فنان وانتظاراتنا كبيرة ولو الفترة متاعك قصيرة ونعتقد أنها ستمتد من أجل مصلحة تونس إذا امتدت على خطر فنان مثلاً خطر فنان وخطر ناجح نعم. انظر كيف من سمى في المهرجانات يكفي بشي يسمي لك لسعد الجموسي على أيام قرطاج المسرحية اللي هو رجل مسرح يحب المسرح وأستاذ باحث ودارس في المسرح ولكنه منشط مسرحي كبير جدا معنى فهذا هذه علامة إشارة توريك شنو هو فين ماشي أنا نقول له معناتها راهو يلزم مراجعة جذرية للمنظومة المسرحية راهو المسرح إذا كان باش يقعد حبل على جرارة كما المعمول به بصفة آلية الآن في وزارة الثقافة من حيث الهيكلة والتنظيم والدعم والفلسفة والسياسة المعمول بها راهو ماشي وباش يندثر المسرح في تونس يلزم هو يقوم بتنظيم مؤتمر وطني بمساعدة الوزير الأول سي المهدي جمعة باش يعملوا مؤتمر وطني حول شؤون المسرح التونسي وينظر هذا المؤتمر فيه كل الأطراف يلزم كل الأطراف المعنية بالمسرح مش المسؤولة عن المسرح مش المسرحين فقط ولا دور الثقافة والمندوبين الجهويين ولا لا الولاد يلزم شكون يمثل الوالي يلزم شكون يمثل المعتمد يلزم شكون يمثل رئيس البلدية يلزم شكون يمثل الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد العام للصناعة والتجارة الوزارات الأخرى المعنية بالمسرح كما وزارة الشباب والرياضة يا أخي الشباب مش معني بالثقافة ما نقول الجسم العقل السليم في الجسم السليم كيفاش ثم معناتها أهمية المسرح تأتي من أنه سيبقى يا منال هو المقياس الوحيد الصحيح والحقيقي لمدى رقي وتقدم الشعوب أو انتكاسها ومعنتها تدهورها واضمحلالها وحالتها المكربة احنا توا في حالة مكربة ويلزم نفعلوا المسرح ونقويوه ويلزم المسرحيين يعاونوا على هذا على أقل شيء باتحادهم مع بعضهم وبرؤيتهم الشاملة ومحبتهم بعضهم برؤيتهم للقضية ككل انظر أين وجودنا في رمضان نحن نتفرج في رمضان في تلفزتنا في المسلسلات الأجنبية لا ننتج إلا مسلسلا واحدا في السنة كيف تعيش هذه الطاقات كيف نقتل هذه الطاقات يوميا نقتلها لأنه ليست لنا استراتيجية في مجال السمعي البصري بالنسبة للدراما والإنتاج الدرامي حرام هذا عيب ناس جي وتعيش وتقعد عاطلة عن العطاء عن الإنتاج في حين أن المنظومة هذه بتاع الإنتاج الدرامي السمعي البصري يعني مثلها مثل السياحة في بلدان أخرى دخل في نفس العملة الصعبة أي في تركيا ولا في مصر ولا في سوريا كي في كانت سوريا في الأردن كانت طيب معناها طاقاتنا وكفاءاتنا رانا احنا علمنا لا مناش أقل بالعكس مناش أقل أنت مشيت أسست غادي علاش علاش الناس يأكلوا في بعضهم توا ويعملوا في اتحادات صغيرة ونقابات صغيرة وكون يناكلك ولاخر مش أخذ له دوره ولاخر له وخدموا هذا وما خدموش ولوبيات صغيرة حالة مقربة لأنه ما فماش إنتاج على خطر عنا 30 دور وعنا 600 ممثل يرحم والديك يرحم والدين الجوف اللي تخبطت فيها يا مان على خاطر هذوما يلزمهم نلقوا لهم مجال مش يخدموا يلزم نعم. وشكون مسؤول على هذا المسرحيين والمثقفين خاطر هما ما يبكي لك كان شفرك وما يندب لك كان ظفرك هما لازمهم يحسوا المسؤولين السياسيين والنقابيين والمسؤولين بصفة عامة في البلاد باش ياخذوا القرار السياسي والإرادة السياسية اللي تخلق منظومة متاع إنتاج درامي تلفزيوني يستوعب الطاقات والإمكانيات البشرية المهدورة في تونس اليوم وهذه مسؤولية الجميع وسيبقى مثل ما قلت لك المسرح هو المقياس الوحيد لرقي الأمم والشعوب وليس قصور العدالة أو مراكز الشرطة أو البنوك أو القهاوي أو الرستورونات أو المدارس أو السجون أو القزرنات المسرح هو إذا لقيت مسرح معبي وولات في تونس وهذا حلمي الكبير ومنامتي وقضيتي أن يصبح عندنا يا منال
في كل حي في كل حومة مسرح صغير. إن شاء الله أشخاص إحنا أذية أمنيتنا. صدق وليد تجيب حذية تسلموا على سي المنصف مسالش أدخلوا فضلوا سلموا على سي المنصف. نحب نشكرك برشا سي المنصف. إحنا وصلنا في نهاية الحلقة. فضلوا سلموا على الأستاذ. أهلا يعايش صدق بركة لو فيك تجيب حذية حذية شدوا صحيح. اخدم اخدم اخدم. وحاجة أخرى عايش ولدي عايش ولادي. إجا نقول لكم حاجة مسالش هنا. تفضل تفضل سي المنصف. شوف المسرح مقام على الفلسفة والشعر والفن التشكيلي والموسيقى هذوما الأربعة. إذا كان ما تقراوش الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس بمشيوا بيعوا البطاطا خير لكم. يلزم تقراو ويعيشكم قد ما تقدروا باش تنجموا تغذيوا موهبكم غذيوا رواحكم يعيشكم. شكرا سي المنصف. أنا وأنا نحضر في الحلقة مع سي المنصف قلت له شنية الأغنية اللي تحب نختموا بها الحلقة تاع الليلة فاختار أغنية هدية إلى روح أمي الراحلة الله يرحمها وينعمها. تحية لكل الأمهات اللي تفرجوا فينا. تحية لأمك والأمك والأمي والأم الناس الكل. تحية للأمهات زادة اللي أعطاوا الثقة فينا وبعثونا وليداتهم لكانديدا هذوما باش يكونوا حاضرين معنا. شكرا سي المنصف بارك الله فيك يعطيك الصحة يعيشك. ميرسي بوكو يعطيك الصحة إلى اللقاء. وأنا في خدمتك في هالبرنامج هذا في أي شيء. ونحب نشكر التلفزة التونسية الأولى ولا الثانية ولا الكل أنهم أعطاوك مجال يعني أن المجال هذا مش أعطاوه لك أنت أعطاوه لتونس. نعم باش تتقدم تونس وإن شاء الله التلفزيات الأخرى تنسج على المنوال هذا وتعمل برامج اللي معناتها تتبنى المسرح تعاون المسرح وتعاون الشعب التونسي باش يولي في المسرح. يحيى المسرح الوطنية الأولى نصحى الأخير. شكرا لكم.